بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله بالخير أوقاتكم مشاهدينا إنما كنتم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مستقبل وطن. في يوم حزين وفي حضور رسمي وشعبي مهيب يتقدمه نائب رئيس الجمهورية، نائب القائد الأعلى ونائب رئيس الوزراء وقيادات من التحالف العربي وعدد من المسؤولين وجموع مشايخ ووجهاء وأبناء محافظة مأرب، شيع الوطن اليوم القائد الشهيد اللواء الركن عبد رب الشدادي. وفي هذا التشييع سنسلط الضوء هنا مع ضيفنا في الاستوديو الشيخ عبد الله أحمد القبيسي، أحد أبرز قيادات المقاومة الشعبية بمأرب، عن جوانب من حياة الشهيد، ونناقش أيضا شخصيته وكيف كان يحتوي الناس ويتعامل معهم وكيف أثر ذلك على من حوله. سنتابع وإياكم. أولا أرحب بالشيخ عبد الله أحمد القبيسي، أحد أبرز قيادات المقاومة الشعبية، ضيفي هنا في الاستوديو. مرحبا شيخ عبد الله، سعيدين أن تكون معنا، والتعزية لك ولكل أبناء الشعب اليمني في هذا الفقيد. الحمد لله، عظم الله أجر الجميع. شكرا أخي مختار على هذا على هذه الاستضافة. والحمد لله، الله سبحانه وتعالى كتب الأجيال، ولكن هناك من يصنع موته ويجعل موتته موتة عظيمة، كموتة قائدنا العظيم وشهيدنا الشهيد عبد الرب الشدادي رحمه الله، والحمد لله على كل حال. ومثله لا نريد إلا أن يموت بهذه الطريقة، ما دام كتب الله الأجيال فلتكن فداء للوطن، ولتكن بهذه الروح وبهذه الحالة، ولله على طريق الأبطال والعظماء والدرب الذي سلك. إذن سنأخذ وإياك المشاهد الكريم هذا التقرير الذي يسلط الضوء على تشييع فقيد الوطن اللواء الركن عبد الرب الشدادي الذي حدث اليوم، وكان الموكب كما هو في التقرير. إنه يوم حزين، لكنه يوم بطولة في الدهر سيؤرخه ويؤرخ به اليمنيون. رفع جسد الشدادي الشهيد، فلم تبق بقعة يمنية إلا اشتهت أنها قبر، غير أن الشهيد في مأرب لم يكن لجسده أن يوارى الثرى في سواها، فهي الأرض التي انطلق منها وسجل على أرضها أروع ملاحم البطولة، وهي مأرب التي طبق الشدادي على ثراها مقولة شهيد سابق على ذات الدرب: بحثت عن هبة أحبوك يا وطني فلم أجد لك إلا قلبي الدامي. وقفت مأرب التي تحتضن اليمنيين من كل أرجاء اليمن، تودع بطل كل اليمنيين، ليكون الوداع الأخير شهادة أخرى على عظمة راحل تأبى روحه الرحيل. حل موعد الوداع في مأرب، فدعا داعي المحبة في قلوب اليمنيين في أرجاء اليمن بالخلود والرحمة لحارس ساحات الثورة ونبض جيش الوطن. ودع الشعب بطله الذي دافع عن الوطن حتى النهاية، نهاية الشدادي الفرد وبداية الشدادي الفكرة والمشروع. كشفت لحظات الوداع كم كان القتلة واهمين، فالأرض التي أنجبت الشدادي أنجبت للشدائد رجالا سيكملون مشواره ويحققون الهدف الذي استشهد لأجله. رحل الشدادي، وقبله ومعه رحل شهداء آخرون، شهداء يجمع بينهم طموح عال لجعل الموت مدخلا لخلود الحياة، وشهداء في ذاكرة الوطن خالدون، وهم عند الله أحياء يرزقون. أنهى اليمنيون بوداع الشدادي فصلا من فصول النضال، ليبدأوا فصلا آخر من فصول الانتصار، فصلا تقول مقدماته بلسان نائب رئيس الجمهورية اليوم: على درب الشهداء ماضون، ولن يثنينا شيء عن الوصول إلى صنعاء. رحمة الله على فقيد الوطن، ورحم الله كل شهدائنا الأبرار. أجدد ترحيبي بكم مشاهدينا، كما أرحب بالشيخ عبد الله أحمد القبيسي، أحد أبرز قيادات المقاومة الشعبية بمأرب، الصديق والقريب من الشهيد اللواء الركن عبد الرب الشديد الشدادي. مرحبا بك شيخ عبد الله.
مرحبا بك مرة أخرى. تعرفت على الشهيد اللواء الركن عبد الرب الشدادي، عشت معه أيام بل سنوات طويلة، رافقته في كثير من المواقف في كثير من الأحداث. سنحاول أن نسلط الضوء اليوم على جوانب من هذه الحياة، حياته الشخصية، وكذلك أبرز ما لفت أنظارك من محطات في تاريخ حياته. أولا، كيف تعرفت على الشهيد عبد الرب الشدادي؟ رحم الله الشهيد. هو طبعا من مديرية العبدية التي هي جزء من محافظة مأرب، وأنا طبعا من حريب، وكان هناك لهذا التقارب بين المديريتين وللعلاقات الأسرية والترابط. تعرفت عليه في التسعينات رحمه الله، وكان يومها ضابط بدأ مشواره العسكري، وكنا على تواصل وكنا نلتقي في المناسبات والأحداث الوطنية ومتى ما استدعانا الوطن، وكنا على تواصل كثير بالشهيد رحمه الله. وهو في الحقيقة عبد الرب الشدادي لا نستطيع أننا نلم بحياته، هو قائد كبير بحجم الوطن، لا يحب الظهور في طبيعته، يحب أن يعمل بصمت، دائما مبادر، يحب أن يكون في الخط الأول في أي قضية من قضايا الوطن، بل لديه شعور داخلي كما نعرف أنه يعتبر نفسه أنه الأول والحامي الوحيد للجمهورية وللوطن، وهذا الشعور الداخلي كان موجود عنده باستمرار، وتلاحظه في أي عمل يديره وأي عمل يقوم به رحمه الله. لم يكن يحب الظهور الإعلامي، قائد متى ما استدعت المهمات أو استدعاه الوطن سيكون من المبادرين، بل من أوائل المبادرين. في أحداث كثيرة مر بها الوطن، قلما أو نادرا أن تجد أن يغيب عبد الرب الشدادي، نادرا أن يغيب في مثل هذه الأحداث. وكان رحمه الله أقول لك أكاديمية حتى في سلوكه، ربى الكثير من خلال معاملته ومن خلال طريقة تعامله مع الناس واحترامه لنفسه ولهذا الوطن. ولا نستطيع أننا نلم بكل مواصفات الشهيد رحمه الله، والكثير الكثير الذي عايشوه والذي يعرفوه عن قرب لا يستطيع أنهم يلمون بكل ما في حياة هذا الرجل. لعلك أشرت إلى معرفتك له من التسعينات، وكان هناك محطات للقائد الشهيد اللواء الركن عبد الرب الشدادي، محطات بارزة في حياته، يوم أن كان في ميناء المخا، يوم أن كان، يعني ما الذي تتذكر من حياة الشهيد في تلك الفترة والقصة المشهورة والمروية عنها؟ أيضا ممكن أيضا أن نسمعها مرة ومرتين لأن فيها عظات وعبار. نعم، هي القصة المشهورة والمعروفة أنه كان ضابط صغير في معسكر خالد، وكان يقوم بحماية القاطرات أو الناقلات التي تنقل البضائع، وفوجئ وكان يتصور أن هذه مهمته كرجل عسكري أن يحمي هذه القاطرات أو هذه، ففوجئ في أحد القاطرات أو الشاحنات أن فيها خمر، فسحب الشاحنة إلى داخل المعسكر وهناك أوصلها إلى هناك، ودعا مجموعة من زملائه الضباط، وتعرف حمية الجيش اليمني وتدينه، فخرجوا كل الضباط إلى هذه الشاحنة وأخذوا زجاجات الخمر هذه وكسروها وأحرقوا. فوجئ فيما بعد أنه هذه مخالفة، لأنها كانت هذه الخمور تتبع أحد الشخصيات النافذة وكذا، وأراد أنه يستغل نفوذه، ف
تحول إلى المحاكمة العسكرية وصدر بحقه حكم إعدام أنه خالف الأوامر أو تعدى أو عمل عمل ليس من اختصاصه وحكم عليه بالإعدام، إلا أنه خفف الحكم. ثم بعد ذلك كان حقيقة نائب رئيس الجمهورية الفندم علي محسن حقيقة يبحث عن الضباط وعن الخيرين، فانتدب هذا إلى جواره وشجعه وبدأ المشوار الثاني في حياته مع الفندم علي محسن. يعني من خلال هذه الحادثة، ما الذي تستشفه من شخصية الرجل؟ أنت تعلم ما معنى مخالفة الأوامر العسكرية، أنت تعلم أيضا ما معنى أن يتعرض الإنسان للإعدام، وما معنى أن يمرر شحنة خمر ويحميها بنفسه. فما الذي تعكس شخصية الشهيد من خلال هذا الموقف؟ أولا تدينه، الشاب شاب متدين وعنده حمية على وطنه وعلى دينه وعلى، وبالتالي هذه كانت ظاهرة في حياة كل من عاصر الشهيد رحمه الله، في تدينه وفي حميته على وطنه وفي الاستبسال في أن يقف مع الحق. الأمر الآخر، كل من عايش الشهيد الشدادي رحمه الله يعرف بصدقه أنه مجرد ما أن يجلس معه ويتحدث إليه يعرف أنه هذا الرجل صادق. وسنأتيها في آخر اللقاء في مواقفه مع المقاومة، هو يخرج الجميع بلا استثناء، أي شخص يزوره يجلس معه حتى يخرج مقتنع، تعرف وضعنا ووضع الجيوش ووضع الكذا، أنه المسؤول الغالب في أنظار الناس أن المسؤول هذا عنده إمكانات وأن عنده كذا، لكن هذا الرجل مجرد ما يحدثك تعرف أن في كلامها الصدق. فالصدق والأمانة والتدين والعلاقة مع الله عز وجل، يعني تصور أنه في بعض المعارك في آخر الليل، وأشهد لله قد رأيت هذا بعيني، أن في آخر الليل والجنود يريدوا أن يناموا والرجل يقوم يصلي آخر الليل، رجل لديه تدين وخوف من الله عز وجل، لديه حب لليمن، حب لليمنيين على جميع اختلافاتهم ومشاربهم السياسية، لا يفرق بين قريب ولا بعيد. هذا الرجل مدرسة ونموذج، نادرا أن تجد مثله. أمام هذا التدين أيضا هناك أناس كثر متدينون لكن لا يملكون الجرأة لمواجهة الظلمة، لا يملكون الجرأة لأن يقولوا للظالم أن ظالم، أو يقفون موقف مثل هذا عقوبته الإعدام. صحيح، هذا واضح في حياته. طبعا الشجاعة هذه الشجاعة في حياته لا يستطيع أحد أن يخفيها، شجاعته وبطولته واستبساله مع الحق دائما، مع الحق أينما كان الحق. ولذلك تعرف ضباط الجمهورية وضباط الجيش اليمني لما جاءت أحداث الساحة، أول من انبرأ وحمى الساحة وشباب الساحة يعرفوا دوره، كان يفتديهم وجرح مرات ومرات، يعني وهو يحمي الساحة ويدافع عن حلم اليمنيين، حلم اليمنيين. كان رجل كبير، رجل استثنائي بكل ما تحمله الكلمة، لن تجد موقف لليمن ولا موقف كبير إلا والشهيد الشدادي رحمه الله علم من أعلام هذا المشهد. يعني دخلت اليمن في حروب صعدة، وكان للفرقة الأولى مدرع أيضا جزء كبير في هذه المعارك، وللقائد علي محسن الأحمر جزء أيضا كبير في هذا الجانب. أين كان اللواء الركن عبد رب الشدادي الشهيد في كل ما يجري هنا؟ كما قلت لك بناء على هذا الكلام أنه لم يغب من أي موقف يستدعيه الوطن، وبالتالي لما بدأت حركة الحوثي الحركة المتمردة كان أول من بادر إلى قتالهم وإيقاف هذا المشروع، وكان يحذر رحمه الله، وأول من وصل وقاتل مع زملائه ورفاقه وجرح
على ما أعلم مرتين هناك في صعدة، وكان مع رفاقه الذين واجهوا المشروع الإيراني الصفوي وتنبهوا له سريع، وتنبهوا له وهو لا يزال في مراحله الأولى، وقف ضد هذا المشروع وضحى وتعرض أكثر من مرة لمحاولة الاغتيال، وتعرض أيضا لأنه جرح مرتين أو ثلاث، وكان دائما رحمه الله لا يحب إلا أن يكون مع الجنود في الخط الأول. كانوا الناس ينتقدونه على هذا على هذه الطريقة، لكنه له سياسة خاصة وله تفسير آخر غير تفسير القادة وغير تفسير المنطق العسكري، أنه لابد أن يكون في الخط الأول. ففي صعده جرح، وكان جرح بليغ المرة الأولى والمرة الثانية، جرح في حرب سفيان، وجرح في الساحة، وجرح في مأرب ثلاث مرات، وتعرض لعدة محاولات اغتيال، ولكنه رجل رحمه الله يعلم علم اليقين أنه لن تموت نفس إلا في وقتها. ساحة التغيير بصنعاء ونزول الثورة الشبابية الشعبية السلمية إلى الشوارع، وأن تحط رحالها بجوار النصب التذكاري لجامعة صنعاء وتمتد هناك طولا وعرضا، كان للشهيد القائد اللواء الركن عبد الرب الشدادي دورا بارزا كما أشرت في حماية الساحة. لماذا كان الشدادي هو من يقوم بالساحة، يقوم بحماية الساحة من وجهة نظرك؟ وتكلف بهذا طبعا بتوجيه من الفندم علي محسن، بحكم أنها انضم للثورة الشبابية وأيدها، وحكم أيضا أنه رأى أن هذا واجب. الناس بعد يعني حادثة 18 مارس جمعة الكرامة، والشباب يعرفوا ماذا يعني هذا اليوم، واليمنيين يعرفوا ماذا يعني هذا اليوم، كادت أن تعصف بالوطن، فكان لابد أن يقوم هذا الرجل بدوره رحمه الله. نعم، فاستمر وكان يرى أنها من واجبه، وظل رحمه الله يتواصل مع الجميع، يتواصل مع الجميع حتى يحمي هؤلاء الشباب، لأنه لا يحمي الشباب بقدر ما هو يحمي المشروع، حلم اليمنيين جميعا. يعرف من كان موجود في الساحة كيف كانت الفوضى، وكيف صحيح. كان العبث، وكيف كان الشباب البعض ينجر وراء مخططات صحيح. الحوثيين الذين كانوا يتواجدون في الساحة ويصطدمون بقوات الأمن، فكيف كان يحتوي كل هذه الإشكاليات ويتعامل معها؟ سأخذها معك، لكن اسمح لي أشرك معي الآن العميد الركن عبد الله محمد أبو حاتم أركان اللواء 141 مشاة. سعد الله مساك سعادة العميد، أهلا وسهلا بك على برنامج مستقبل وطن. مستقبل خير والعافية. أهلا، ونحن نتحدث اليوم عن تشييع فقيد الوطن اللواء الركن الشهيد عبد الرب الشدادي. لعلك كنت أو تابعت تشييع الجنازة والموكب الرسمي والشعبي المهيب المصاحب لها، كيف تنقل مشاعرك وشعورك في ذلك في هذا اليوم؟ الأخ اللواء الركن عبد الرب الشدادي القائد البطل الشهيد الذي ناضل من أجل أن يصل إلى هذا المنصب ويفوز بالشهادة، فكان هذا القائد يعتبر قدوة لكل القادة في بجميع ما تعنيه الكلمة، قدوة في الانضباط، قدوة في الحل، قدوة في الأمانة، قدوة في كان يمتاز بقدرات لا يمتاز بها أي قائد آخر، قدرات وصفات حاز بها القائد البطل الشهيد اللواء الركن عبد الرب الشدادي، حيث كان يناضل ويجاهد من أجل أن يفوز بالشهادة، وقد تشرفت كل المعارك والميادين البطولة بأنه في عدة مواقف وعدة معارك دمه سقط الأرض اليمنية في عدة مواقف، فهذا البطل
الشهيد له مميزات خاصة عن جميع القادة والشهداء الذين قد سبقوا، حيث قد ناضل في عدة معارك وكان يوقف في الخطوط الأمامية بقوة صق، وكان يعتبر محطة لكل قائد، محطة تزويد بالعزم والثبات. وبالنسبة لي أنا أعتبره أخ، كان أخ وصديق وزميل، كنا زملاء في دورة القيادة والأركان دورة العاشرة، وكان يعتبر هو المثل الأعلى لجميع ضباط الدورة. وفي أيامة المعسكرات الدائمة وأيامة السلم كان يعتبر قدوة لجميع الضباط. وفي وقت المعارك وقت ما اشتدت الأزمات نفس الطريقة يعتبر هو القدوة الأولى لجميع الضباط، وهو من المميزات الذي يمتاز بها هذا القائد إنه هو القائد الوحيد الذي وقف أمام المد الحوثي والمخلوع صالح، وهو الذي حافظ على بقايا الجيش في مدينة مارب، مدينة العز والشرف. ولذلك سعادة العميد قد يفرح أعداؤه برحيله، لكنهم لا يعلمون أن حتى رحيله خسارة لهم. بالنسبة لاستشهاد القائد العظيم عبد الرب الشدادي، يعرف الخصم وجميع من يوقف في الجانب الآخر بأن هذا الرجل يعتبر خسارة على الأمة الإسلامية والعربية بشكل عام وعلى اليمن بشكل خاص، وهذا رجل يعرفه العدو قبل أن يعرفه الصديق، لأنه كان ينازل أينما أحتاج له ودعاه الواجب الديني يهب إليه في جميع المواقف. هذا الرجل وهذا القائد العظيم لم يخضع أو يدخل أي معركة من أجل مطمع شخصي أو من أجل شخص أو من أجل إرضاء، بل كان يقدم في المعارك وهدفه الرئيسي هو الفوز بالشهادة، وقد طلبها ونالها. فنحن بالنسبة لأي إنسان عرف القائد العظيم عبد الرب الشدادي كان يؤمن إيمانا كامل بأن هذا القائد العظيم لا يموت إلا شهيدا. أشكرك جزيل الشكر العميد الركن عبد الله محمد أبو حاتم أركان اللواء 141 مشاة، كنت معنا من مارب، شكرا جزيلا لك. أعود إلى الشيخ عبد الله أحمد القبيسي، لو عدنا إلى حديثنا عن الشهيد وكيف كان يحتوي المؤامرات في داخل ساحة التغيير والفوضى التي كانت تثار والهجوم الذي كان يشن ما بين الفينة والفينة على ساحة التغيير. في الحقيقة ما يعني وضع ساحة التغيير وما كان يحصل فيها والشباب وطموحات الشباب والمشروع الكبير الذي كانوا يحملوه الشباب، إلا أن الحوثي وأتباعه كانوا يحاولوا أن يدسوا ويغرروا على مجموعة من شباب من الشباب المتواجدين ويثيروا الخصومات وتحصل الخصومات والاختلافات والكذا. فكان حقيقة اللواء الشدادي رحمه الله والذي معه من زملائه كانوا يعيشوا بين تحديين كبيرين. التحدي الأول كيف يحموا هذا المجموعة، والأمر الثاني كيف يحاولوا أن يخففوا من حدة الاختلافات. وكانت هذه تحتاج إلى شخصية يعني لديها التسامح ولديها الصبر ولديها الاحتمال، وكان متى ما استدعى الواجب يأتي في المترس الأول، يأتي في المترس الأول، وإذا حصل بين الشباب خصومات أو كذا هو أول من يأتي ويحاول أن بطريقته وبتعامله. رحمه الله كانت شخصيته شخصية مؤثرة جدا، وبالتالي لا يجلس مع أحد أو يتحدث مع أحد إلا وأقنعه. طبعا كان يعرف ماذا يعني مشروع الحوثي ويعرف هذا، لكن هو مشفق على هؤلاء الشباب لا يتأثروا بهذه يتأثروا بأفكار الحوثي والمخلوع. فكان تحدي كبير لكنه أدارها بحكمة واقتدار.
ولعلك رافقت ايضا الشهيد في تلك الايام، ما الذي تتذكره عن الشهيد في ثوره الحادي عشر من فبراير؟ والله انا اتذكر في الحقيقه للامانه انا كنت في ساحه مأرب، لكني كنت على تواصل يعني ان لم يكن كل يومين ثلاث ايام، وبعد ان جرح مرتين او ثلاث زرته، فكان حقيقة يعني شعلة من النشاط، من الحب الكبير الذي يجمع اليمنيين كلهم، حتى في الطرف الآخر كان يتواصل مع زملائه، مع الضباط، مع الكذا الذي يتوسم فيهم الخير، ويقول إن كنتم مع أشخاص فظلوا مكانكم، وإن كنتم مع الوطن فالوطن هنا، الوطن هنا في هذا المشروع، مشروع الساحة ومشروع التغيير الذي ينشده جميع أبناء اليمن. فكانت له صولات وجولات كثيرة جدا في هذا المشروع، وضحوا زملائه ورفاقه الذي كانوا معه في مسألة حماية الساحة، وظل حتى أنه تكلف بعد ذلك عضو في اللجنة العسكرية، وظل حتى وهو عضو في اللجنة العسكرية العليا كان أيضا يسعى لأن يرمم العلاقات وأن يعيد رمم أي ما يحصل من اختلاف أو مثله. عضو في اللجنة الأمنية العليا، ومن الملاحظ أن رغم التضحيات وقوة الشخصية والذكاء والحنكة والشجاعة التي كان يتميز بها الشهيد، إلا أنه لم يدفع به إلى مناصب قيادية ميدانية إلا في عندما ضاقت الأمور وفر كثير من القادة وأصبحت المسألة مختلفة، فظهر هنا وبرزت شخصيته وفرض نفسه كما يقال. هذا حال الأحرار وحال الضباط الأحرار وحال كل الوطنيين، أنهم يحضرون عند الفزع ويغيبون عند الطمع، هذا قاعدة معروفة الأماكن التي تقلدها أنها وقت الشدة، وقت الشدة ووقت لا يستدعى إلا هؤلاء الأحرار الصادقين، أما لما تكون الأمور عوافي واطمئنان فهناك عوامل كثيرة في مسألة خيار. طبعا بعد أن كان عضو في اللجنة العسكرية العليا كانت هناك إشكالية في مأرب في صرواح، فتم تكليفه باللواء 312 في صرواح، وكان بحكم حساسية البيب البترول هذا الأمر، فكان مع مجموعة من رفاقه العسكريين والمعسكرات المتواجدة في مأرب، يتولى حماية النفط، يتولى حماية أبراج الكهرباء أحياناً متى ما استدعت له الحاجة، فكان هدأت التقطعات والتخريبات والكذا، لأن الرجل يمتلك شخصية مؤثرة جدا ويعرف طبيعة المجتمع المأربي، كيف يمكن أن تتعايش معه، كيف يمكن أن تتفهم ظروفه ومشاكله، كيف يمكن أيضا أن تؤدب المخرب أو قاطع الطريق أو بدون هوادة، وكيف أن تتعامل مع المغرر به وأن تتعامل مع فكان له دور كبير في هذا الجانب إلى أن جاءت الأحداث ودخل الحوثيون صنعاء وسيطروا عليه، ثم توسعوا في المدن وانتقلوا لدخول محافظة مأرب. ما الدور الذي لعبه الشهيد هو ورفقاء دربه، سواء من الجنود والضباط والقادة العسكريين أو أيضا شيوخ القبائل في رص الصفوف لمواجهة هذا المد؟ طبعا بعد دخول الحوثيين واحتلال صنعاء، ووصلت قوات الحوثيين إلى صرواح، فكان هناك طبعا بعد أن المعسكر أيضا تعرض لما تعرض له، معسكر اللي كان قائده اللواء عبد الرب الشدادي رحمه الله. ما الذي تعرض له؟ طبعا سقط المعسكر بحكم حركة الحوثي، وأصبح المعسكر يعني في إطار المحاصر لا يستطيع أن، فانحاز أغلب عساكر هذا اللواء إلى المنطقة أغلبهم،
ثم أعادوا ترتيب التشكيلة، وظل فترة وهو في مأرب مع جالس في مع المقاومة. عرض عليه أن يدخل إلى هنا إلى السعودية، أو أن يأخذ فترة راحة حتى يعاد ترتيب وضع الجيش. فأقسم على نفسه أنه لا يخرج من مأرب، وظل في هذا المكان حتى جاء قرار تكليفه بالمنطقة العسكرية الثالثة. طبعا وتكليفه هذا العمر الذي قضاه في هذه سنة ونصف فقط، وانت تخيل شخص يأتي على سقوط الدولة وانتهاء مؤسساتها وسقوط المعسكرات، وهذا الشخصية في خلال سنة ونص يساهم مع رفاقه في إنشاء جيش وطني جديد والمحافظة على هذه المنطقة، كان له دور كبير كبير. يعرفه أبناء الوطن، يعرفه جميع أبناء المقاومة الذي حضروا إلى 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 مأرب، فكان له دور كبير جدا في هذا الجانب. هذا الدور أيضا سنتعرف على بعض تفاصيله بعد أن نخرج إلى فاصل قصير. مشاهدينا نخرج إلى فاصل قصير، نعود من ثم لإكمال حوارنا مع الشيخ عبد الله أحمد القبيسي، أحد أبرز قيادة المقاومة الشعبية بمأرب، والصديق والقريب والمقرب من الشهيد اللواء الركن عبد رب الشدادي. أرجو أن تبقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنكمل حوارنا مع ضيفنا هنا في الاستوديو الشيخ عبد الله أحمد القبيسي، أحد أبرز قيادة المقاومة الشعبية بمأرب، والصديق والقريب من الشهيد. مرحبا بك شيخ. مرحبا بك، أهلا وسهلا. في إطار حديثنا عن الشهيد في يوم تشييع جنازته وتوريته الثرى وجهوده وشخصيته، وصل بنا الحديث عن تشكيل المقاومة في مأرب، تجمع الشباب والرجال ووضع المطارح على مشارف مأرب، وهناك تشكيلتان ظهرت لدينا، تشكيلة الجيش الوطني الذي كان نواته بدأت تتجمع، والمقاومة الشعبية التي تشكلت على إطار واسع، مع ملاحظة أن الثقة لم تكن قد بنيت بشكل كبير ما بين الجيش الوطني وما بين الجيش بشكل عام والمقاومة الشعبية، والسبب الخيانات المتكررة التي حدثت في الماضي. كيف استطاع أو أين كان دور اللواء الركن عبد رب الشدادي من هذا كله؟ طبعا بعد أن صدر القرار من رئيس الجمهورية بأن يكون اللواء عبد رب الشدادي قائدا للمنطقة العسكرية الثالثة، هو طبعا كان يمارس قبل أن يكلف، لما بقي في مأرب فكان يتواصل مع جميع زملائه الضباط، وحقيقة أنا أشيد وأحيي كل الضباط الأحرار الذين نزلوا إلى 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 مأرب في الأيام الأولى، نزلوا وبعضهم نزل حافي القدمين وأصر إلا أن يجلس في صفوف المقاومة، وأنه لن يخرج من هذا الوطن مهما حصل. نزلوا ضباط أحرار وهم كثير، وكان مهمة القائد اللواء عبد الرب الشدادي رحمه الله أنه يستوعب هؤلاء ويجمعهم ويعطيهم دفعة من الأمل، وأن هناك سيكون مشروع جديد ولن يستمر الانقلاب. وتم تجميع ونزول هؤلاء الأعداد من الضباط، أعداد كبيرة جدا نزلت، وشباب من كل المحافظات نزلوا
الرافضين كل هؤلاء للمشروع الحوثي والإنقلابيين والرافضين للإنقلاب بشكل عام. فظل على هذا الأساس. ثم بعد ذلك بعد أن جاء القرار طبعا استبشر الشعب اليمني كثيرا بقرار تعيين قائد المنطقة العسكرية الثالثة. وتابعنا ذلك، كان يعني نوع من الدفعة والأمل. صحيح، وكان هناك تهنئة من المقاومة ومن الشخصيات ومن ما تبقى من مؤسسات الدولة، وفرح حقيقة. فتم من أول يوم طبعا أن يأتي قائد في هذا الظرف والمنطقة العسكرية تقصف بالصواريخ، صواريخ الكاتيوشا، وتستهدف والعدو محيط بمأرب من كل مكان، وضع صعب صعب جدا. فكان رحمه الله هو المهندس، لأنه مثل ما قلت لك يعني حصل هناك شك كبير نتيجة ما حصل في تسليم بعض الوحدات العسكرية للأسف الشديد أنها سلمت تلقائيا للإنقلابيين. فكان هناك عند المقاومة شك من هؤلاء وأنه سيحصل ما حصل في المحافظات الأخرى، سيحصل في مأرب. لكن أحيي حقيقة كل الجنود وكل الضباط وكل الذين كانوا في مأرب جميعا دون استثناء، فالجميع حقيقة وقف وقفة واحدة، وأحسوا أن القائد الكبير عبد الرب الشدادي سيكون على رأس هذه القيادة المشهود له بالشجاعة والإقدام والصبر، وأنه سيحميهم وسيدافع عنهم. فتجمع حوله عشرات بل مئات الضباط. فكان القائد رحمه الله هو مهندس التنسيق، مهندس التنسيق بين المقاومة وبين من؟ وبين الجيش، حتى أوجد ثقة كبيرة بين الجيش والمقاومة. نعم، سنتحدث عنها إن شاء الله. طيب اسمح لنا هنا أن نشرك معنا اللواء الركن محمد علي المقدشي، رئيس هيئة الأركان العامة. أهلا وسهلا بك سعادة اللواء محمد، ومرحبا بك على برنامج مستقبل وطن. مرحبا، أهلا وسهلا بك، حياك الله وحيا الله ضيفك. حياك الله وحيا ضيفك. ضيفنا الشيخ عبد الله أحمد القبيسي، أحد قيادة المقاومة بمارب. عنده رجال ناضل وجاهد والله. وأنتم كذلك سعادة اللواء، وجهودكم مشكورة ومعروفة ومشهود لها، ونسأل الله تعالى لكم طول العمر وأن ينفع بكم وبأمثالكم من الرجال والأبطال. سعادة اللواء، اليوم تم تشييع فقيد الوطن اللواء الركن عبد الرب الشدادي في موكب جنائزي مهيب حضرته رجالة الدولة وحضره أيضا الجموع من الشعب. كيف كانت تشييع وانطباعات ومشاعر من حضر هذا التشجيع، وعلى مقدمتهم وفي مقدمتهم قيادات الجيش الوطني؟ نترحم على شهدائنا جميعا في مقدمة ملوى الركن عبد الرب الشدادي، الذي حظى بنصيب وحب الناس لم يسبق لأحد مثله تماما. لو لاحظ التشجيع اليوم الناس جت من كل فج عميق، من كل مكان، تشيع لواء الركن عبد الرب الشدادي الذي كان له دور كبير، وكان أول من واجه العدوان الحوثي والإنقلابيين في مارب. هو اللواء سلطان العرادة، وكان لهم دور كبير في مواجهة العدوان في مارب، ولكن نتمنى له الرحمة، وهو أراد الشهادة وكان في مقدمة الصفوف. ولكن نبشركم، إذا نسي شهد عبد الرب الشدادي لن يثني القوات المسلحة عن أداء واجبها، وسيظهر الشدادي بإذن الله تعالى وهم موجودين على الميدان. سعادة اللواء محمد علي المقدشي، ونحن نتحدث أيضا في تشييع الشهيد فقيد الوطن عبد الرب الشدادي، الأنظار والأسماع تتجه نحو صرواح ونحو مشروع معركة نصر اثنين التي انطلقت ودشمتموها سويا. كيف هي الأوضاع هناك، وما الذي يمكن أن نبشر به الشعب اليمني ومحبي الجيش الوطني ومحبي الشرعية في هذا الخصوص؟ والله أبشركم، أنا لقيت قناة السهيل وكنت أنا في زيارة للمقاتل في صرواح ولقيادة الألوية ورئيس أركان المنطقة، وكنا في زيارة ولقينا قناة السهيل وشافوا معنا معنويات الرجال في الجبهة. وكنا في أول يوم استشهاد عبد الرب الشدادي، اتصلنا مع قادة الألوية وقادة المناطق، قالوا
وكنا متخوفين نوعا ما، لكن قالوا لا يدخل في بالكم شيء، نحن سنكون أشد قوة، واستشهاد عبد الرب الشدادي يدفعنا أكثر المزيد من التضحية لتحقيق ما ضحى عليه اللواء الركن عبد الرب الشدادي وأسرته، وأسرته كثير من أسرته استشهدوا كثير جدا، وكذلك أيضا كثير من رجال اليمن ورجال المأرب على وجه الخصوص. إذن الرسالة التي توجهونها من خلال قناة سهيل الفضائية لكل الأطراف بما فيهم الجيش الوطني بما فيهم الذين يحشدون اليوم من قوى الانقلاب ويزجون بأبناء اليمن في معارك تبدو خاسرة منذ الوهلة الأولى ولعموم الشعب اليمني؟ والله نبشر قيادتنا السياسية وشعبنا اليمني العظيم بأن النصر قريب بإذن الله تعالى، وأن معنويات الأفراد زي ما قلت لك أنه كان استشهاد عبد الرب الشدادي الأمانة خسارة كبيرة علينا، ولكن عندما شاهدنا الشباب وانتفاني الرجال والضباط والقادة وكلنا ستفانيين تصور أنه لم يخرج من المعركة ينسحب فرد بل ازداد العدد، حتى في تشييعي لم يحضروا تشييعي قالوا احنا عزائنا ونعزي عبد الرب الشدادي في الجبهة، ولذلك احنا نطمنهم. بالنسبة للانقلابيين والذي وهدروا الشباب اليمن إلى المحرقة، فمارب التهمت الكثير من الشباب ونسف عليهم لأنهم في الأخير هم أولادنا، ولكن بيستغلوا ضعفهم ويستغلوا جهلهم ويهدرهم إلى معارك خاسرة يعرفون، وهم يعرفوا إن كانوا قبل سنة وأربع أشهر وأين أصبحوا الآن. أصبحنا الآن على مشارف صنعاء وعلى مشارف صعدة وكل في كل الاتجاهات، نصر تحقق كبير جدا والنصر قريب بإذن الله. فنبشر شعبنا ونبشر إن أبناء القوات المسلحة ماشين على العهد الذي قطعها القادة العظام ومنهم عبد الرب الشدادي وزملاء الآخرين، وبكم وبكل رجال الوطن بإذن الله تعالى النصر قريب. اللواء الركن محمد علي المقدشي رئيس هيئة الأركان العامة كنت معنا من مارب، أشكرك جزيل الشكر. وأعود إلى الشيخ عبد الله أحمد القبيسي، تعليقك أولا على ما ذكره اللواء وأشار إليه. في الحقيقة أحيي باني الجيش الوطني رئيس هيئة الأركان اللواء محمد علي المقدشي وأحييه، ومأرب وأبناء اليمن عموما يعرفوا هذا الرجل ولا نحب نتحدث عنه، لكن أقول حقيقة أنه له فضل كبير وهو باني الجيش الوطني وتعرفه الجبهات ويعرفه الجميع، فأشكره وأسأل الله أن يحفظه، وأقول له أنت وأمثالك ربيتم رجال في الجيش الوطني معول عليهم حمل الأمانة ونفتخر بك وبأمثالك. بالعودة إلى حديثنا في موضوع الشهيد، طبعا هناك إشارة لا لا لا, لا يفهم البعض أننا نحن نتحدث في سياق حديث استشهاد اللواء عبد الرب الشدادي، ولكن أؤكد لك أن في الجيش الوطني وفي المقاومة وفي اليمن شداديون كثير ولله الحمد، ورجال لا يعرفون الكاميرات ولا الإعلام، لكن يعرفهم الوطن، تعرفهم يعني المواقع، تعرفهم رأينا فيهم من التضحية ورأينا فيهم من ما يثلج الصدر ويطمئن على أن اليمن بخير مهما كانت المحنة ومهما كانت الشدة، لكن بإذن الله تعالى سننتصر، ليس أمامنا إلا أن ننتصر بإذن الله، سننتصر بإذن الله إن شاء الله. جاء تكليف اللواء عبد الرب الشدادي قائدا للمنطقة العسكرية الثالثة، أخذ لواء التكليف بكل اقتدار، حياته كيف كان يجمع بين عمله وبين أسرته وبين هذه المهمة الصعبة ما بين ظروف القتال والنضال والتواصل مع الناس؟ المسألة ليست سهلة أن تكون قائدا وخصوصا لمنطقة ملتهبة مثل مارب. صحيح، هو أكثر من ظلم هم أسرته، لأنه الرجل كبير وكان يرى أن اليمن بشكل عام أو الوطن هو أسرته الكبيرة، فحقيقة لم يكن يتواصل معهم إلا نادرا خاصة في الظلم هنا الذي أشرت إليه، يعني ظلم انشغال وليس ظلم انشغال يعني ومسألة إيش أن أبناء حرموا منه كأب، أي أب يعني أنا أتكلم عن الجانب الإنساني، يعني كأي أب يحرم من أبنائه، لا يستطيع أن يزورهم ولا يستطيع أن يجلس معهم ولا يستطيع أن يتحدث إلى أهله، هذا هو الذي أقصده بهذه الكلمة. لكن الرجل قضى حياته كلها في مكتبه، داوم
وداخل المنطقة كانت تقصف في كل الأوقات وهو مداوم، فجمع كل الضباط وكل الغيورين وكل أبناء النواه الأولى للجيش الوطني، وتم التشكيل. أنت تعرف أن الجيش وصل إلى النهاية، إلى نهاية، لم يكن لديهم شيء، فكان يتم تشكيل الجيش، وبدأ في بدأوا في تأسيس المعسكرات والمجاميع والتدريب والكذا، وكان يردم الهوة التي بين الجيش وبين المقاومة، إلى أن أصبحت المقاومة والجيش الوطني على درجة كبيرة من التفاهم والانسجام وتكليف المهام، ولله الحمد حصل الكثير والكثير، زالت الشكوك. حتى بعض الجيش الوطني كان عنده أنه هؤلاء عبارة عن قد لا يصمدوا معنا إلى النهاية، وتعرف ظروف أي معركة لازم تحتاج إلى ثقة، فكان المهندس هذه الثقة الشهيد الشدادي رحمه الله إضافة إلى دور الآخرين، نسأل الله أن يحفظ الأحياء والأموات. وللشهيد حق أن يقدم الحديث عنه على غيره بحكم أنه أفضى إلى ما قدم، بينما صحيح. الأحياء يعني نسأل الله أيام نسأل الله أن يثبت الجميع. آمين. الثبات عزيز أيضا صحيح. في صحيح. هذا الإطار اسمح لي أشرك معي مدير مديرية التربية في البعدين بمارب، أحد أقرباء اللواء الشدادي العبدين مدير مديرية العبدين العبدية. مدير مديرية التربية في العبدين بمارب العبدية ايوه منطقة. العبدية بمارب احد اقرباء اللواء الشدادي. معنا نايف الثابتي، مرحبا بك يا اخي نايف. نايف مرحبا بك. الله مساءك اخي، اسعد الله اخي مساءك اخي مختار وضيفك الكريم الاستاذ المربي الشيخ عبد الله البديسي وكذلك مشاهدي قناة سهيل. حفظك الله أخي نايف. أنا الأستاذ نايف الثابتي للتصحيح مدير إدارة التربية والتعليم بالمديرية. إيه. حفظك الله ورعاك أخي نايف. نتحدث اليوم في إطار الشهيد وتشييعه والحزن العميق الذي خيم على مارب برحيله. كونك أحد أقرباء اللواء الشدادي قريب من أسرته، فقدت هذه الأسرة في السابق شهداء وقدمت وما زالت تقدم، واختتمتها ب يعني الأب الأكبر لهم وهو عبد الرب الشدادي. حدثنا عن أسرة الشهيد وما قدمت ووضعها الآن. على العموم نسأل الله أن يأجرنا في هذه المصيبة. اللواء الركن عبد الرب الشدادي لكل من اسمه نصيب فهو شديد كاسمه. الأخ عبد الرب الوالد عبد الرب الشدادي خريج ثانوية مدرسة المعتصم، بكالوريوس جامعة عمران، ماجستير في الأكاديمية العسكرية، دكتوراه لولا أنه فضل الانضمام إلى ثورة 11 فبراير، قائدا في سرية في معسكر خالد بن الوليد، ضابطا في الفرقة الأولى مدرع، كاتبا مالي للواء 310، قائدا للواء 2 نائبا لقائد اللواء 72 حرس جمهوري، قائدا للواء كوفل، قائدا للمنطقة الثالثة. له من اسم برنامجك نصيب، كان يكلمنا عن مستقبل الوطن، كان يعلمنا أن الأشخاص ينتهون وأن القيم لا تنتهي والمبادئ التي يحملونها باقية ومخلدة. عندما خرجت من الاختطاف الذي نالني من قبل ميليشيات الأودي وأنا أناقش رسالة الماجستير وقابلته، ردد أول مقولة، قال: خرجنا من السجن ثم الأنوف، كما تخرج الأسد من قاباتها نمر على شفرات السيوف ونأتي المنية من دائها من القائم. ثم إذا أردت أن تعرف عن الشدادي وأسرته، ولقد قدم الشدادي وأسرته الكثير من الشهداء، فهو أبو شهيد وعم شهيد وجد شهيد وخال شهيد وأخو شهيد، كل من له علاقة به، لا توجد أسرة لها علاقة به إلا ولها شهيد. الشدادي مدرسة في المبادئ، في الثبات، في البندية، في السمع والطاعة، في القيرة على دينه ووطنه والمحافظة على دماء اليمنيين. كان باحثا عن الشهادة سواء في المعارك التي دخل في معسكر عمران في عام 94،
وكانت الدبابات تتلاطم بعضها البعض أو في مواجهة العصابات التي دارت بعد 94 في بعض المديريات في محافظة عمران، أو الحروب الستة التي خاضها النظام الذي يتحالف الآن مع الحوثيين. ما كل الحروب الستة كانت له دور، وما حرب إلا وله إصابة فيها، أو في ثورة الشباب، أو في نضاله ضد عصابات تفجير بيض النفط، أو عند توليه قيادة معسكر توفل، ودوره في احتواء اللواء الذي أعلن التمرد في محافظة مأرب عام 2012. الشدادي مدرسة، عندما قادر توفل حفاظا على أصح أفراده قال أو إذا أرادوني فليأتوا لي، أو دوره في تأسيس النواة الأولى للجيش الوطني والمقاومة، أو ما ذكره الكاتب المؤرخ عبد الولي الشميري في كتاب ألف لا حرب، ويكفيه أنه مثقلا بالديون لا يمتلك منزلا فاخرا أو تجارة. دوره أن أسرته قدمت شهيد، قدم ابن أخوه صالح بن صالح الشدادي، وابنه عبد المجيد صالح، وابن أخوه أحمد عبد رب الشدادي، وابن أخوه نور الدين سالم الشدادي، وابن عمه أو ابن عمه سلطان الشدادي، وأخيه عبد الواحد الشدادي، والجرحى بالعشرات من هذه الأسرة شهداء، وجرحى كثير من مديرية العبدية، أكثر من 70 شهيد بسبب الاقتداء على أثر هذا القائد الفج والبطل. طبعا أسرته في رسائلهم اليوم قالوا كل من يعزنا، كل من يقدرنا، كل من له احترام بنا أو يحترم القائد. وقد كتب الأخ عبد الرحمن سالم الشدادي: من كان يحب عبد الرب الشدادي فإن عبد الرب الشدادي قد مات، ومن كان يحب الوطن فإن الوطن باقي فليدافع عنه. أشكرك جزيل الشكر نايف الثابتي مدير مديرية التربية والتعليم في العبدية بمارب وأحد أقرباء اللواء الشدادي، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. ولعل الوقت داخمنا، ودعنا نختم مع الشيخ عبد الله أحمد القبيسي مع نبأ استشهاد الشهيد عبد الرب الشدادي. كيف وصلك ونزل عليك، ونحن نتحدث عن سنوات من التواصل ويعني العيش المشترك؟ في الحقيقة أنا لم أفاجأ يعني باستشهاد، أقولها للأمانة لم أفاجأ باستشهاد اللواء الشدادي رحمه الله، لكن أنا أحمد الله أن الله أمد في عمره إلى هذه اللحظة. أما على ما كان يحصل من 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 ملاحظتنا له ومن معرفة الناس به، يعرفوا أنه سيستشهد في النسق الأول في كل معركة في الخط الأمامي دائما. يحاول البعض، كان قبل يوم استشهاده في العصر جاء مجموعة من الكبار ومن البعض القادة، وطلبوا منه أنه يرجع إلى قيادة الجبهة في مؤخرة الجبهة حتى يرتاح قليل، لأنه الذي عايشه يعني حتى يعني طيلة هذه الفترة لا يأكل إلا الكدمة مع الشاهي مع الماء، ووضعه الصحي قد كان يظهر عليه التعب والإعياء فأصر وقال لا يمكن، فشدوا عليه وترجوه، قال والله لا يمكن أخرج من هذه الجبهة إلا منتصر أو شهيد بإذن الله، وبر قسمه. فإحنا لما نأكل صحيح نحن نحزن أننا يعني افتقدنا روحه الطاهرة وافتقدناه، لكن عبد الرب موجود. الشدادي اليوم شداديون في الجيش الوطني، شداديون في المقاومة، شداديون في الوطن الكبير، ربى مئات بل عشرات بل آلاف على هذه الروح. لو رأيت ليلة استشهادة في صرواح كيف كانت معنويات الجيش والمقاومة، كانوا يتعاهدوا ويتبايعوا على الموت في الأجهزة، يتصل ببعضهم البعض وأنهم لا يبرحوا أماكنهم، وأنهم سيوفوا للشهيد بتحقيق ما وعد به خطته، تنفيذ نصر اثنين بإذن الله، والوصول إلى صنعاء بل إلى مران وطرد الحوثي. فلا يتصور هؤلاء الواهمون أنهم قتلوا عبد الرب أو أن عبد الرب انتهى. أنا اليوم قبل أدخل للاستوديو تواصلت مع قيادة المقاومة والجيش الوطني هناك، وكما سمعت من اللواء محمد علي المقدشي والقيادة، أيضا خلف أسد
بعد الأسد السابق اللواء عادل القميري، نسأل الله أن يحفظه، وما أرب تعرفه وتعرفه المقاومة ويعرفه الجيش الوطني ويعرف دوره. هذا الرجل لدينا الثقة الكاملة في أنه سيقود المنطقة وسيكون خير خلف لخير سلف، نسأل الله أن يحفظه بإذن الله تعالى. الشيخ عبد الله أحمد القبيسي أحد أبرز قيادة المقاومة الشعبية بمأرب والصديق والقريب من الشهيد اللواء الركن عبد الرب الشدادي، شرفتنا وسعدنا بالحديث معك رغم أننا حزينين على فقدان هذا البطل الكبير. حفظك الله ورعاك، وشكرا لقناة سهيل قناة المقاومة. شكرا. ونفتخر وحقيقة أن ممثليكم في الخطوط الأمامية مع الإعلاميين الأحرار في كل مكان، وشكرا لكم. شكرا لك، وشكرا لكم مشاهدين الكرام على المتابعة، ونلقاكم في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى من برنامج مستقبل وطن. إلى اللقاء.